تصريحه في مختلف المجالات، وذلك بفضل توجيهات الذي جسدت أعماله الخيرية ومبادراته الإنسانية و 135 ألف درهم وهي من التجمع عام زايد الذي يشهد تدهل الكلمة بهذه أن التواجد تحمل صفوف الخير وغيرها. ثاني مرة يشرفنا أن نكون موجودين، جزاكم الله خير. ماضي خلال هذا الشهر أو إطلاق حملة رمضان لعام 2018 أيها الأخوات والأخوات، رمضان ولكن في رمضان لهذه الدول، وكذلك ضمن البرامج المقدمة 52,170 شخص داخل خلق اللي مريض بحطات البترول وقت المطار. نعطينا مع المؤسسات المحلية منطقة الضفرة ورئيس الهيئة. اليوم الأول من شهر مايو بفضل من الله سبحانه وتعالى تم إطلاق حملة الهلال الأحمر لشهر رمضان المبارك، والحملة تتضمن برامج وتتضمن فعاليات، ويستفيد منها ما شاء الله أكثر من 1,350,000 شخص. ورصدت لها مبدئيا أكثر من 29 مليون سواء على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، وهذا الرقم قابل للزيادة، كذلك أيضا المستفيدين قابل للزيادة بما يتوافق مع المبالغ المتبرع بها. وصل عدد الدول خارجيا المستفادة 79 دولة و35 جهة، فإجمالي أصبح عددهم 114 دولة وجهة تستفيد من برامج هيئة الهلال الأحمر على المستوى الخارجي. أما على المستوى الداخلي فهي مغطية مساحة الدولة. هذه الحملات تعنى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، وكذلك متابعة من سيدة سمو الشيخ حمدان بن زايد ممثل الحاكم في منطقة الضفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، وهو المتابع الحثيث لهذه الحملات دائما ولأنشطة الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها.